نجوم محمد مجدي قفش احسن واحد في الماتش، هو احسن واحد في النادي الاهلي محمد مجدي قفش. انا ببارك لك، انت قلت كلمتين، قلت اهلي ابو تريكه وبركات رجع تاني، واهلي ابو تريكه وائل جمعه رجع تاني. الكلمه دي كان ليها مدلول كبير جدا وكان ليها مردود كبير جدا. الف مبروك يا مجدي، حابب تقولي على البطوله الثانيه؟ حبيبي كيمو، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجماهير العظيم، مبروك لاهلي واصحابي واهل بلدي اللي دايما هفضل اقول هم بالنسبه لي رقم واحد. لما قلت اللي يجي لابو تريكه وائل جمعه وكابتن بركات وكل الناس دي راجع، انا ما قلتش اللي احنا هنبقى زيهم، انا قلت اللي احنا هنحاول نبقى زيهم، وقلت اللي احنا هنحاول نعمل حاجه زيهم عشان الناس دي عملت تاريخ كبير، فاحنا عايزين نبقى زيهم، لو نقدر نعدهم نعدهم ان شاء الله عشان خاطر جماهير الاهلي والنادي الاهلي. مبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك للعيبه، مبروك للكابتن محمود الخطيب، مبروك للاداره، مبروك للعمال، مبروك لكل النادي الاهلي وكل الناس اللي بتحب الاهلي. دعوات الام ودعوات الاب هم التوفيق على المجهود اللي انت بتعمله مجدي. الحقيقه بنتابعك في التدريبات، مجهودك كبير واصرار كبير، لكن الاهداف دي هي دعاء الحاج والحاجه، وانا ببارك لك هدف رائع ومميز وفرحت مصر كلها مجد. الحمد لله كيم والله. طبعا بص يعني ابويا وامي دول ربنا يخليهم لي، واخواتي واهلي هم اللي يعني انا قبل الماتش دايما بكلمهم، امبارح كنت بكلمهم فيديو، واخواتي الصغيرين واولاد اخويا بيدعوا لي، فهو هي دي الناس اللي الواحد ربنا هيكرمهم هيكرمه عشانهم، فاهم؟ فالواحد بيعمل اللي عليه وبيتعب، وزي ما انت قلت في التمرين لازم تتعب عشان ربنا يديك، يمكن الواحد ربنا بيديله في اوقات كويسه جدا اي حد يتمناها، لكن الحمد لله ده من فضل ربنا ونعمه من عند ربنا، الواحد بيحمد ربنا. وزي ما قلت قبل كده واقول مره تاني، اللي بيلعب في النادي الاهلي هو في نعمه ولازم يحمد ربنا عليها ويستغلها. وانت تستاهل كل خير يا مجدي، لكن اخد منك كلمه لكل الجمهور اللي دعم وساند من اول دقيقه لاخر دقيقه وقبل كمان ما نيجي هنا كازابلانكا، حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي؟ مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي، الناس كلها بتتعب معانا، الناس كلها بتجري ورانا، الناس كلها بتعافر، عارف وفاهم ومقدر كل الجماهير الاهلي نفسها تاخد كل البطولات، واحنا والله نفس الاحساس، بس ساعات بيبقى فيه اجهاد، بيبقى فيه تعب، بنحاول على قد ما نقدر، ما حدش بيبقى عايز يبقى وحش، ما حدش عايز يبقى مش موفق، ما حدش مش عايز يجيب اجوان، كله عايز يجيب اجوان وكله عايز يلعب وكله عايز يبقى كويس، لكن بيبقى فيه ظروف، تعب، اجهاد، ضغط ماتشات، لكن دي مش حجج طبعا ولا اعذار، احنا النادي الاهلي واحنا بنلعب في النادي الاهلي، فزي ما قلت لك كل لعيبه نادي الاهلي اللي بتلعب في الاهلي على اعلى مستوى، فما ينفعش نقول اعذار. فان شاء الله الفتره اللي جايه نركز بقى، يعني النهارده نحتفل، انت عارف العيد داخل علينا، كل سنه وكل مصر بخير، كل الناس طيبه، وان شاء الله نحتفل ببطوله افريقيا ونرجع بقى ان شاء الله على العيد ونرجع للدوري المصري تاني وضغط الماتشات، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. عم البلد حبيبي يا كيمو محترم، وكل سنه وانت طيب حبيبي. مبروك لكم.